السمسرة والمتاجرة بملف النازحين السوريين شملتا أيضا الطلاب والتلاميذ النازحين، وهذا ما أظهرته السنوات الثلاث الماضية، إذ أثبتت أن عددا قليلا من المدارس التي كانت سباقة في موضوع استقطاب الطلاب السوريين استطاعت أن تضمن استمراريتها مع الوقت، لا سيما في عكار. بعض السوريين انجلش، السوريين كتير منيح ومتأقلمين معنا كجو بالمدرسة وهيك، بس عم بيلاقوا صعوبة بالقراءة والكتابة شوي، لأنه لهم فترة تركين المدرسة ورجعانين هون، يعني لهم تقريبا في تلميذ لهم سنتين ولهم ثلاث سنين منهم داخلين المدرسة. إلا أن التجارة سرعان ما انكشفت، ومع إعلان عدد من الجمعيات عدم قدرته على المضي في المشروع بدأ يتكشف حجم المتاجرة الكبير بهذا الملف، حتى بعض المنظمات الدولية التي ينضوي بعضها ضمن مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعمدون إلى تشييد خيم ضمن مخيمات النازحين السوريين، ويجري توظيف مدرسين وجمع عدد من الطلاب ليتبين لاحقا أن لا وجود لهم وأن الهدف هو جمع المال. ويعمد البعض إلى فرض خوات على أصحاب المدارس التي تسجل الطلاب السوريين، هذه المشكلات يضاف إليها الأعباء المالية. تكلفة الطالب تقريبا تتراوح بين ال 450 وال 550 دولار، لحد اليوم يلي مأمن هو وعد بتمويل 150 دولار. وتطالب المدارس المعنية وزارة التربية بإجراء تقويم للمدارس في عكار وبمراقبة عملها ودعم من يستحق، إذ من غير المقبول أن تعامل المؤسسات جميعا المعاملة نفسها.